الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. خلال هذا اللقاء اللي تم بيننا اليوم، أولا عبرت لمعالي الوزير عن إدانة المملكة المغربية القوية للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أول أمس السبت منطقة غرب سيناء، وتضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر وتأييده المطلق لكل الإجراءات ولكل التدابير التي تتخذها السلطات المصرية لحفظ أمنها واستقرارها. أمن مصر واستقرار مصر مهم للمملكة المغربية ومهم للوطن العربي، وكل ما يمس مصر يمس المغرب، مع تعازينا طبعا الحارة للحكومة والشعب المصري الشقيقين ولذوي الضحايا، ومتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. أكدت لأخي معالي الوزير أن تعليمات جلالة الملك محمد السادس واضحة في ضرورة التواصل والتنسيق والتشاور مع مصر حيال القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على الساحتين العربية والإفريقية. العلاقات مع مصر تكتسي صبغة خاصة لأنها علاقات قديمة، فيها بعد سياسي، فيها بعد اقتصادي، فيها بعد إنساني، وفيها بعد روحي، وهي أيضا علاقة متفردة لكونها مؤطرة بإطار قانوني وإطار مؤسساتي متميز ليس للمغرب نظير له مع أي بلد عربي أو إفريقي آخر. خلال محادثتنا اليوم كان هناك اتفاق على تنزيل طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس لاستغلال كل هذه الأرضية الصلبة للعلاقة الثنائية وإعطائها زخم جديد من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة. اتفقنا على عقد قريبا آلية التشاور السياسي، على تعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات، وتفعيل المجلس رجال الأعمال المغربي المصري. اتفقنا على أن نشتغل كذلك حول القضايا الإقليمية في إطار تعزيز التنسيق والتشاور. المغرب حريص على أن مصالح مصر الإقليمية والوطنية هي مصالح مهمة كذلك للمملكة المغربية، والمغرب يعرب دائما عن تضامن المطلق مع مصر في كل ما يمس مصالحها العليا والمصالح التي تمس أمنها الوطني وأمنها الإقليمي. تباحثنا في إطار هذا التنسيق وفي إطار هذا التشاور حول مجموعة من القضايا الإقليمية، سواء في شمال إفريقيا كملف ليبيا الشرق الأوسط، أو الوضع في القارة الإفريقية، أو في المجال الأورو متوسطي. وما غنفاجئكمش إلا قلت بأن هناك تطابق في وجهات نظرنا، وبأن هناك رغبة في تعزيز هذا التنسيق وترجمته كذلك إلى مبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين، ولكن كذلك تخدم الأمن والسلم والاستقرار الإقليميين. اتفقنا على أن نهيئ في الأسابيع والأشهر المقبلة أجندة للتعاون الثنائي في كل المجالات، على أن يتم تفعيلها في أفق لقاءات على أعلى مستوى بين البلدين، بين جلالة الملك وبين فخامة الرئيس. ومرة أخرى مرحبا بك معالي الوزير، وهذه المرة نتمنى أن ما نتسناوش 7 سنوات قبل إن شاء الله الزيارة إلى مرة أخرى إلى المغرب.